لليوم زينب، وفي كلمة دائما بنسمعها الصبح من كثير من الناس: عان على بالي الحلو، جسمي محتاج للسكر. اليوم فايقة الصبح وحاسة انه جسمي بده سكر. كثير من الفرضيات الناس يمكن بتاخد فيها أهمية السكر بالجسم، نسبة الاعتدال اللي لازم تكون موجودة، أضراره، ورح نحكي فيها أكثر مع أخصائية التغذية أريج درويش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أريج. يعني في ناس بتاخدها عادة إنه ما فيها تشرب فنجان القهوة إلا مع قطعة حلو، أو الصبح بيكون جاي على بالها تاكل حلو. فخلينا نعرف اليوم هي العبارة، هل هي مجرد مدة مؤقتة أو ممكن تصير اعتياد للجسم بوقت معين مثل الإدمان على الشوكولا أو الحلويات، وخاصة عند الصبايا بنشوفها هي. أكيد. هلا نحن السكر بيعمل ادمان، بس كل الدراسات الجديده اثبتت انه نحن السكر بيعمل عندنا حاله ادمان مثله مثل اي ماده ثانيه ممكن ندمن عليها، فهي القصه كثير صح، وخاصه اذا الشخص تعود عليها كل يوم، بصير كل يوم الجسم حيطلب حلو، لانه نحن وقت بناخذ كميه من السكر او كميه من الحلو، جسمنا بعد فتره ما عاد بتكفيه هي الكميه، فبصير بيطلب اكثر، تمام، فالمستقبلات بالجسم ما عاد بتكفيها كميه السكر اللي عم تدخل، فبصير الجسم بيطلب اكثر. في عندنا فكره كمان كثير مهمه، خاصه الاشخاص اللي بيحاولوا انهم ينزلوا وزن، بيوقفوا اكل عند الساعه 6 او 7 المساء وبيبقوا سهرانين لفترات كثير طويله. هذا الشيء كمان ما نصح. اول شيء ما بينزل الوزن، تم هلا صيام متقطع بيكون بفترات 16 ساعه صيام و8 ساعات بيكون فيها اكل. اما في اشخاص هي بشكل عادي بتاكل وجبه او وجبتين بس بالنهار، بتوقف الاكل، تمام، بتوقف الاكل بفتره كثير قريبه، يعني 6 او 7 المساء، وبتبقى سهرانه كل الليل، فاجباري الصبح حتفيق الانسولين حيكون نازل بالجسم، لهيك هذا الشيء كمان بخليها تطلب سكر بشكل كتير كبير، فهذا شيء كتير غلط. كمان من أهم الأسباب اللي بتخلينا إنه نفيق نطلب حلو الصبح. يمكن كمان أهلينا وأجدادنا يمكن ما خلوا شيء ما كان فيه له مثل، بيقول لك سم الأبيضين، يعني في له مشاكل كتير كبيرة السكر، بس لازم الاعتدال بالسكر لازم يكون موجود بالجسم بس بنسب بسيطة أو بنسب معتدلة. خلينا نحكي عن الأكل الصحيح اللي متواجد فيه. في ناس مثلا بتقلك أنا ما فيني، مثل ما قالت زينب في الصبح، في ناس لا، بعد الأكل كنافة. يمكن نحن المجتمع الشرقي كمان الحلويات عندنا غنية وفي اغراء، يعني أكيد. للاسف يعني الواحد بيشتهي، قديش فيني انا العب على هي النقطه بنفس الوقت ما احرم حالي، وبنفس الوقت كمان اقدر انا اكل بنسبه مثلا معتدله، لانه في ناس بتقول لك والله عم اكل عسل، بس العسل فيه سكر، تاكل معلقه بتفرق عن ما تاكل نص المطربان مثلا. تماما، نحن كثير مهم انه نحن نحدد الكميه اللي عم ناخذها ونحدد نوع السكر اللي عم ناخذه. نحن في عندنا نوع السكر الاول، نوع السكر الثنائيات، هي كلياتها كمان بتلعب دور برفع مستوى الانسولين بالجسم. هلا نحن اول شيء بنركز انه قديش الكميه اللي لازم ناخذها كاشخاص كاملين. ممكن نحن ناخذ 6 معالق صغار، هذا الكميه المسموحه من السكر. طبعا نحن وقت بنقول 6 معالق صغار من السكر، نحن عم نحكي عن كل السكريات اللي بتدخل الجسم، ان كان من الفواكه او من النشويات او حتى المشروبات او من كل شيء، تمام. فهي تقريبا بتعادل حصتين من الفواكه او حبتين من الفواكه او رغيف خبز مع ملعقه او ملعقتين من السكر بنخليها لحتى نضيفها للمشروبات. فنحن كثير مهم نعتدل بالكميه، حتى لو عم ناخذ مثل ما قلتي من العسل او من الفواكه، كثير مهم انه نعتدل بالكميه اللي هي نقطه مهمه، لانه بيقول لك انه هذا سكر طبيعي ما في نسبه حلو عاليه، لا، بيختلف كله، بيرفع الانسولين وكله بالاخر عم يتحول لجلوكوز بالجسم، والجلوكوز هو يلي بيتحكم بالطاقه بجسمنا وهو يلي بيرفع وبينزل مستوى الانسولين بالجسم. فكثير غلط انه نحن نعتمد مثلا على الفواكه، ناكل كميه كثير كبيره من الفواكه. في ناس ما بتاكل كل النهار دايت بس على الفواكه، هذا ما مستوى السكر ابدا ما بينتظم بالجسم. طيب خلينا نحكي شوي، بما انه حكيتي على قصه الفواكه والسكر، اللي مثلا عنده هي العاده انه ما بيقدر مثلا بدون سكر، وصار مع محاولات كثيره فاستبدله بسكرين. نحن بنعرف كمان من اضرار السكرين اللي هي بيضحكوا على حاله العالم انه خففنا سكر، فكمان نحكي عنه وتاثير السكر على المناعه اليوم. تمام. هلا في كثير نحن من المحليات الصناعيه الموجوده، اهم كمان السكرين اللي بيستخدموه مرضى السكر، في كثير اشخاص بتستخدمه حتى اللي مو مرضى عم يستخدموه حتى يخففوا السكر، هذا الشيء كثير غلط. في عندنا كمان السوربيتول اللي بيكون موجود اكثر شيء بالعلكه او موجود بمعجون الاسنان، كمان هذا فيه محلي صناعي كثير قوي. عندنا كثير من انواع المحليات الصناعيه اللي بتدخل، ابدا مو صح انه نستخدمها، بتعمل مشكلتين. اول شيء هي من السكريات اللي ما بيصير في لها امتصاص بالامعاء الدقيقه، فهي بتقعد فترات كثير طويله، فممكن تسبب لنا نفخه
الغازات. يعني مو صح نحن نستبدل السكر الابيض بانواع المحليات الصناعيه. والشيء الثاني انه نحن بس يعني ما بتخفف نسبه السكر اذا هلا في عندنا هي الفكره اللي نحكي عنها انه نحن لما بناخذها اول ما بتفوت على التم بينفرز الانسولين بالكميه اللي هي بتعطينا نفس حلاوه السكر تماما. يعني الطعمه بتضل نفسها، فنحن الانسولين وقتها بينفرز اول ما بتفوت الماده على التم، فبتنفرز نفس كميه كانه عم بفوت سكر طبيعي. فلما هي بتفوت على الجسم بتصير بالامعاء الدقيقه او بالمعده وبصير الامتصاص، بتكون كميه الانسولين اللي انفرزت اكبر بكثير من يلي هي بتحتاجها، فبيبقى عندنا انسولين حر بالدم، فبصير الجسم بيطلب سكر اكثر. هي الفكره انه نحن مو لازم نستخدمها ابدا، لانه ما بتعطينا نفس الطعمه، بس كميه الانسولين اللي بتنفرز بتكون كثير كبيره وما بتضل حره بالجسم. لهيك نحن وقت بناخذها بنحس انه عم ناخذ سكر اكثر، فغير مرضى السكر ابدا مو لازم ياخذوها. طيب خلينا نحكي لك عن كمان على المحليات الصناعيه، تاثير على المناعه، وخاصه مثل ما بتعرفي هلا كورونا والعالم عم تاخذ احتياطاتها، بس في قصص يعني معينه ممكن بالغذاء تاثر على المناعه ايضا. تمام. أكيد. السكر اكيد، هلا السكر بيلعب دور كثير كبير بانه هو بخفض اذا اخذناه بكميه عاليه. طبعا نحن السكر بنحتاجه لحتى لانه هو سبب الطاقه الرئيسي او مصدر الطاقه الرئيسي للجسم، فكثير غلط انه نحن نقطعه، ممنوع انه نقطع السكر، بس لما بناخذه بكميات كثير عاليه واكثر من ما بيحتاج جسمنا، هذا بياثر على الكريات البيض الموجوده بالجسم، والكريات البيض هي خط الدفاع الاول للمناعه بجسمنا، فنحن وقت عم ناخذ سكريات زياده عم يضعف هي المناعه بجسمنا شوي شوي. بموجه الكورونا هاي اللي عم بتصير كثير مهم وكثير ضروري انه نحدد كميه السكر اللي عم ناخذها لحتى نقدر نحافظ على الكريات البيض الموجوده. كمان السكر له اضرار كثير ثانيه، اكثر شيء على الدماغ وعلى القلب وعلى الجلد. هلا في كثير ناس خاصه بمرحله المراهقه او الصبايا بمرحله المراهقه بنلاحظ انه دائما عندهم حالات التهابيه بالجسم او بثور، بياكلوا شوكولا بنسبه كثير عاليه. هلا هي الشوكولا مو هي السبب الرئيسي بظهور البثور، هي كميه السكر الموجوده هي يلي بتكون السبب الرئيسي بظهور البثور، فهذا شيء كثير مهم لازم نعرفه نحن. كمان الاطفال بالمدارس السكر بياثر على الدماغ بشكل كثير كبير وبيخفف من استيعاب المخ عند الطفل، فنحن باوقات المدارس نحاول ما تكون موجوده بندوات، انه تكون موجوده السكريات الصناعيه حتى الام تحط لاولادها كمان. اكيد نحاول قد ما فينا نمنع هاي القصه خاصه بفتره المدارس، كثير بتاثر على استيعاب المخ وكثير بتبطئ من استيعاب الطفل. طيب قديش فعلا يمكن نسبه السكر بتاثر على المناعه؟ يعني حكينا انه بتاثر بشكل كثير كبير، خلينا نحكي النسبه المعتدله اللي لازم انا فعلا اخذها لجسمي لحتى تكون فعلا ما يكون له تاثير قوي على مناعه الجسم، لانه بطبيعه حياتنا يمكن حتى نظامنا الغذائي وطبيعه شغلنا منه صحي، يعني تمام. بيلعب دور هي الوجبات السريعه، الاكل السريع بسبب ساعات الطويله بالعمل. خلينا نحكي نسبه السكر هي اللي ما بتاثر على مناعه الجسم المعتدله خلال النهار. نسبة السكر يلي مسموحة لأي شخص ياخدها بتعادل مثل ما قلنا هي 6 ملاعق صغيرة من السكر. مثلا الحصص كيف بدها تكون؟ تمام الحصص. يعني هلا مثلا أنا كثير ناس يخطروا ببالها 6 معالق، يعني كيف بدي وزعها؟ أكيد. عرفتي كيف؟ هلا نحن لما بنقول 6 معالق من السكر، أول شيء 6 معالق من السكر فينا ناخذ حصتين فواكه، لما بنقول حصتين فواكه هي حبتين متوسطة من أي نوع من الفواكه، يعني يوميا. التفاح تماما يوميا، يعني حبتين متوسطة من التفاح أو حبتين من الدراء. الخوخ ممكن ناخذ 3 حبات بما إنه حجمه صغير، المشمش كمان 3 حبات، بس نحن نحاول نخفف شوي من العنب، العنب اكثر شيء فيه جلوكوز. العنب والتين اكثر شيء. اكيد هو اكثر شيء العنب والتين، مزبوط، فنحن بس نحاول نقيد كميه العنب والتين الموجوده. بالنسبه للعسل نحن ممكن ناخذ كل يوم معلقه عسل ما في مشكله، بنحب بس نحدد كميه السكر الابيض يلي عم تدخل لجسمنا ما تتجاوز الملعقتين من معالق الشاي الصغيره، هي اهم شيء السكر الابيض انه نحدده. طيب خلينا نحكي شوي للناس اللي عم يعملوا دايت، يمكن بوقت قعدوا بالبيت زاد الوزن شوي، اليوم بدهم يخففوا يبلشوا دايت، كيف ممكن تنصحيهم نصيحه حتى يخففوا من السكريات حتى ما يكثروا من الاشياء اللي يمكن حتى الطبيعيه بفكروا بتفيد بس كمان لها اثر سلبي؟ هلا اهم شيء انه نحن ما نقطع السكر بشكل كامل. هلا في ناس بتاكل معلقه عسل او بتحطها مع الزهورات او المته او هيك كثير دارجه. تمام. فكيف افضل من السكر الابيض؟ افضل من السكر الابيض. العسل امتصاصه ابطا من السكر الابيض، فبيساعدنا انه نحن نترك السكر شوي شوي. كثير غلط انه الاشخاص اللي بتوقف سكر نهائيا، ما في شيء اسمه نظام غذائي خالي من السكريات، لانه نحن عم ناخذه من النشا، عم ناخذه من الرز، من البرغل، من الطبخ، من الخضار ومن الفواكه، يعني موجود بشكل يومي بكل انواع الاغذيه. فنحن اهم شيء لما بدنا نحاول نخفف السكر، اهم شيء نحن نزيد كميه البروتين الموجوده باكلنا، البروتين بيخلي الحاجه من السكر اخف،
يعني بنصير بنطلب كميه سكر اقل. نعم. الشيء الثاني اللي نحن العالم كثير كمان ما كثير بتنتبه له، انه التجفاف الموجود بالجسم ممكن كمان يؤدي لزياده الطلب بالسكر. خاصه هلا بالصيف نحن كثير في عندنا تعرق زياده، فلازم نشرب كميه مي كثير منيحه. طبعا الشخص بيحسب كميه المي اللي بيحتاجها بانه كل كيلوغرام من جسمه بيحتاج 30 ملي لتر من المي، فبمعادله كثير بسيطه انه بنضرب الوزن ب 30 بيطلع قديش نحن لازم نشرب كميه مي. لازم الشخص يلتزم فيها لحتى يقدر يخفف من الطلب على السكريات بشكل كثير كبير ويزيد البروتين والرياضه. المحلات هي مصيبه اكيد. وفي عندنا كمان المشروبات الغازيه. صح. المشروبات الغازيه بتحتوي على محلي صناعي اللي هو الاسبرتام. الاسبرتام كان من قبل ممنوع انه يستخدم، حتى من الاف دي اي ومنظمه الصحه العالميه كانت مانعه انه يستخدم، بس للتجاره ولحتى يمشوا المشروبات الغازيه اللي هي جدا مضره دخلوا الاسبرتام فيها بنسبه بسيطه، بس لما بناخذها بكميه كبيره بتكون جدا مؤذيه. فكثير مهم انه حتى الاطفال تحت عمر ال 18 ابدا نحاول ما يشربوا كولا نهائيا. عم نحكي نقطه كثير مهمه عن السكر للاطفال، قديش مهم فعلا. كثير من الناس مثلا بتقول لك الولد بياكل اكلات طيبه كثير، بياكل شيبس وقصص فيها سكريات. نسبه السكر اللي لازم تكون موجوده بجسم الطفل وقديش فعليا انا فيني اتاخر؟ يعني في كثير من الدكاتره بينصحونا انه ابنك عمره سنه سنتين ما بيعرف الاكلات الطيبه، ما بيعرف الشوكولا، لا تعرفي عليها قد ما فيكي اخري دخول السكر الاصطناعي لجسمه، مع انه في كثير من الناس بتقول لك حرام عم يشتهي، معلش اعطيه شوكولا، معلش. انا مثلا عندي بنت عمرها سنه وخمس شهور ما بعطيها تمام ولا شيء من هيدي القصص، لا شوكولا، مع انه في كثير من الناس بتلاقيها لا بدها تجيب لك اكلات طيبه. صح. هي ما بتعرفهم. صح. فقديش مهم فعلا انا اخر لها دخول هيدا السكر بالجسم؟ قد ما اخرنا قد ما كان كثير ممتاز وكثير منيح للطفل. السكر نحن مثل ما بنعود الطفل هو وصغير حيبقى هاي العادات معه هو وكبير، فكثير غلط انه نحن ندخل له السكر، او في كثير من الاشخاص كتير. تمام، في كثير من الاشخاص بيعتمدوا على السكر او على الشوكولا انه هي كجائزه للطفل، فنحن بنزرع براس الطفل انه هذا الشيء منيح، يعني انت مثلا خلص هاي الوظيفه بتاكل شوكولا بعدها، نحن هون بطريقه غير مباشره عم نوعي الطفل انه هي الجائزه، هي الشيء كثير منيح، فهو حيصير يحبها. كثير مهم ننتبه على هاي التفاصيل مع الطفل ونفهمه من هو وصغير قديش الكميه اللي لازم ياخذها. السن المحدد لاقدر انا بلش دخل؟ المفروض ما يدخل قبل العشر سنين تقريبا. أوه. يعني من العشر سنين لورا فينا شوي نعطيه، بس اما تحت العشر سنين نحاول قد ما فينا نخفف من هاي الكميه. وكل ما اخرنا اكثر كل ما كان احسن، او فينا نعطيه ما حنقدر نحرمه على الاخر، بس تكون الكميه اللي عم ياخذها كميه محدده. تمام، يعني نعوده بعد خمس سنين بعد. تمام اكيد. بس نعوده على الكميات الصغيره، ابدا ما نعطيه الكميات الكبيره او ما تكون حتى متاحه بالبيت بشكل كامل انه تكون موجوده دائما، لانه كل ما شاف الطفل كل ما حيرغب لها اكثر. فنحن كمان نحاول انه ما تكون موجوده عندنا بالبيت دائما، ما يشوف الطفل دائما، نعوده انه هذا الشيء ما نصح او ما نصحي لحتى يقدر هو يتعود عليه بشكل كبير. نعم. أريجة لكن اللي مثلا مدمن وصل لمرحله الادمان على السكر، كثير صعب انك تقنعي يخفف او يقطع السكر بشكل هيك فوري. تمام. فخلينا نحكي عن الخطوات لهدول الناس اللي بيحبوا الحلويات او اللي بياكلوا حلويات بعد الغداء مباشره. تمام. او بعد العشاء مباشره. هلا يعني في اوقات معينه يمكن لازم فيها هضم يصير للجسم حتى تاخذ. صح. في عندنا اوقات معينه نحن بنقدر ناخذ فيها السكر او اكثر من اوقات ثانيه. تاثير السكر على الجسم بيعطينا مثل تاثير الكوكايين والهيروين تماما، يعني هو بياثر على مراكز بالدماغ بتزيد افراز بتزيد افراز الهرمون السعاده الموجود بالجسم اللي هو الدوبامين. فنحن بتعطينا نفس التاثير، فلما شخص بيكون مدمن على السكريات وبدنا نخفف له بشكل تدريجي حيعاني مثل لما الشخص تماما عم نسحب منه ماده مخدره، يعني حيصير في عنده قلق، حيصير في عنده اكتئاب، ممكن ما بقى يقدر ينام اذا كان في عنده ادمان كثير كبير. فنحن بدنا نحاول نسحبها بشكل تدريجي، نخفف منها شوي شوي. بدنا نزيد كمية البروتين مثل ما قلنا كتير مهمة، ونزيد كمية الإماها بالجسم لحتى نقدر نحن نخففها. بالنسبه للاوقات اللي نحن يفضل انه ناكل فيها السكر، هلا نحن اذا عم ناخذ عم نعتمد على الفواكه او على العسل، العسل افضل وقت انه ناخذه بفتره الصبح، يعني من فتره ما بنفيق لحدود الساعه 11. بيقولوا هي الفتره اللي ذروه الحركه والنشاط الحرق، يعني من الصبح للظهر هي الفتره الانسب نوعا ما لا تمام اني اكل سكر. حتى نحن وقت بنعمل نظام غذائي بنحاول تكون الفواكه موجوده خلال فتره لانه العالم تاكل المساء هيك على قعده وعسل المساء وبياكلوا كميات كثير كبيره، فهذا الشيء كثير غلط. المساء نحاول نركز على الخضروات، ناخذ منها الفواكه السكر بشكل اكبر، اما الفواكه والعسل نحاول ناخده بفتره الصبح لفتره الظهر هي افضل وقت. نعم. اكيد بدنا نشكرك اخصائيه التغذيه على وجودك معنا وعلى معلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لوجودك اللطيف اليوم. شكرا. شكرا لك يا أريج. بنتمنى فعلا العالم هيك تنتبه لخطر السكر بحياتهم. شكرا لك. شكرا لك.